السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. تعاني السجون الحكومية من إهمال كبير وغياب للدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية والجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان، في وقت يجري الحديث فيه عن سيطرة بعض الجهات السياسية والميليشيات الموالية لإيران على إدارة السجون في العراق، حيث تبسط تلك الميليشيات سيطرتها بالقوة على المرافق، مرافق الاحتجاز الحكومية المعلنة، وتمارس داخلها أبشع الانتهاكات بحق المعتقلين في سجون تتسم بالاكتظاظ الشديد والتعذيب المتكرر والابتزاز والإهمال الصحي. في غضون ذلك، طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة قيادة الشرطة المحافظة بإجراء التحقيق في وفاة الموقوف محمد مزعل شاسب الذي توفي أثناء توقيفه في أحد مراكز الشرطة، وإعلان نتائج التحقيق عبر محكمة قضايا حقوق الإنسان في البصرة. طبعا كان الموقوف قد توفي من جراء التعذيب بعد اعتقاله بسبب تأخره في دفع النفقة لزوجته المطلقة. دعونا نشاهد مزيدا من التفاصيل في المقطع الآتي. من يهتم بقضية تعذيب السجناء، كارثة حصلت في محافظة البصرة. سجين اعتقل من قبل المحكمة لأن ما دافع نفقة، لا هو مجرم ولا هو تاجر مخدرات ولا هو متهم بسرقة العصر ولا متهم بسرقة خيرات العراق، فقط ما دافع نفقة سووا له استدعاء المحكمة وأمنوه في مركز شرطة المعقل لغرض دفع النفقة، ما عنده أي جرم ثاني. يجي ضابط التحقيق ويجون المنتسبين يعذبونه ويحققون وياه، يتحققوا وياه على شنو مثلا؟ ليش ما دافع نفقة؟ أردفتيهم أكو هيك قانون بالعراق؟ يا ناس ما دافع نفقة يعذب ويقتل في داخل السجين؟ هذا مو سجن، هذا مركز للجرائم، صار مركز للقتل، هذا صار، وهذا حال أكثر المراكز وأكثر ضباط التحقيق اللي قاعدين يمارسون التعذيب بحق السجناء. هذا الفيديو لازم يوصل إلى وزارة الداخلية وإلى كل شخص يحقق بهذا الموضوع. اسم المتهم محمد مزعل جاسب، أمنت محكمة تحقيق البصرة في مركز شرطة المعقل بتاريخ 15/3، والآن جثة هامدة في الطب العدلي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نكمل مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع. كشف عدد من أبناء محافظة البصرة عن عمليات ابتزاز تمارسها مراكز الشرطة باحتجاز واعتقال أصحاب الستوتات والتكاتك من أصحاب الدخل المحدود والمعتمدين على دراجاتهم للحصول على لقمة العيش. أظهر مقطع مصور وثقه أحد المواطنين المتجمهرين أمام مركز شرطة المعقل من ذوي المعتقلين وقوف عشرات الستوتات والتكاتك المحتجزة أمام مركز شرطة المعقل وإيداع أصحابها من ذوي الدخل المحدود والعاملين في التوقيف. وبحسب أهالي المعتقلين فإن إطلاق سراح أبنائهم كان مشروطا بدفع أموال تقدر ب200,000 دينار عراقي، حيث ظهر والد أحد المعتقلين وهو يجهز الأموال قبل الدخول إلى مركز الشرطة. دعونا نشاهد. احنا محافظة البصرة، هاي مركز شرطة المعقل، خذ أولادنا، صار لهم 3 أيام ندور عليهم بالقوة اللي لقيناهم، وكلهم اصحاب تكاتك واصحاب ستوتات واصحاب دراجات واصحاب الدخل المحدود، واحد عماله، واحد مخضر، واحد خطيه جايبينه عنده بنزين، هاي البنزين الطلة مات البنزين، خطيه مخليهم بالستوته، هاي الحجي يطلعون ابنه ينطي 200,000 للمركز شرطه المعقل. عمي وين قائد عمليات البصره؟ رئيس مركز شرطه البصره، قائد الافواج، عمي تسليب، بالله العظيم ترى ما يصير هيك، بالله العظيم اكبر عيب، اكبر عيب وخزي. عم المحافظ، قائد شرطة البصرة، قائد عمليات البصرة، الناس الزينة، عم نطالبكم من ناجتكم، ناس عمالة، خلنا نصور لكم، تعالوا شوفوا هذا الزلمة ابن مخضر شلون جايبينه، تعالوا عمي شوفوا هذا الزلمة ابن مخضر جايبينه، هاي عنده خضرة طالع على باب الله، حملوه من باعوله، حملوه من الشارع وجابوه، تعال حق شوف هذا، شوف هذا، شوف هذا، شوف هذا،
شوف ناس طالع على باب الله. بابا ناس طالع على باب الله. باع على التكاتك. شوف هذا النباع باع هاي الناس. كلها ناس فقرة وعلى باب الله. باع هاي النسوان القاعدات. حجي هاي الفلوس وين موديهن؟ أمي. شوف هذا الحج ضايج ماخذ الفلوس هاي يسلم من المركز حتى يطلعون ابنه 200 ألف وابنه طالع عماله عمي هدومه والسمنت وهذا وروحه طالعه عم الناشد الناس المسؤوله والناس الشريفه الزينه اذا اكو ناس شريفه وهذا مركز شرطه المعقل عمي. نكمل مشاهدينا الكرام مع ملف المعتقلات والسجون. حذرت تقارير دولية حقوقية من استمرار الانتهاكات ضد المعتقلين داخل السجون الحكومية والتي تتسبب بارتفاع أعداد الوفيات بشكل ملحوظ أمام صمت مطبق من قبل الجهات الحكومية وعدم التدخل لإنهاء معاناة المعتقلين. طبعا تتصاعد مناشدات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان للمطالبة بإيجاد حل لقضية اكتظاظ السجون وما يتبعها من تفشي للأمراض وحالات الاختناق بين صفوف المعتقلين. في هذه الأثناء أظهر مقطع مصور معتقلا وهو يعاني من المرض في سجن التاجي منذ 4 أيام، وبالرغم من مطالبة المعتقلين بنقله للعلاج إلا أن إدارة السجن لم تكترث لأصواتهم وتركته عرضة للموت في زنزانته. دعونا نشاهد. هاي حكومة التاجي ضباط خفر ومدراء وضباط شؤون وأمن وطني كلهم ناشدناهم على هاي الحالة ما حد استقبله ولا حد يطلعه. باعشون النفخ من وراء أكلهم الوثيق من وراء معاملتهم السوء من وراء طبابة ماكو وخبلوني. هذا الإنسان عندهم خير نفس بابا ما روح شلون جاي تطلع تابع سوي ما يستعملشو. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. جوان تقول: منظر جدا مؤلم، كيف الإنسان يتألم بهذا الشكل من قبل الأنظمة الفاسدة؟ تعليق من أسعد يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا هيكل عظمي صاير لعد المليارات مال إطعام السجناء، وين تروح؟ بجيوب الفاسدين. أين وزارة العدل؟ أين الجهات المختصة عن هكذا وضعية للسجناء؟ حتى وإن كانوا مجرمين بكل دول العالم هو السجن إصلاح مو انتقام وقتل وتجويع وأمراض وجرب وتعذيب. عمي ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ليلى تقول: عجيب والله شنو هالوضع المزري، هذا يعني مهما كان مذنب فهو إنسان لازم عاملة بكل إنسانية، وين ضمائرهم وين حقوق الإنسان؟ لدينا تعليق من أنسام تقول: خطية الله يعينه، إيش قد أكو ظلم بهالبلد. مشاهدينا معنا الآن السيد أبو سمية من الأنبار، تفضل يا أبو سمية حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الكريم، أصبح أمرا اعتياديا عند هذه الحكومة المجرمة التي تتحول شيئا فشيئا إلى الدكتاتورية. وهذا الخط بدأنا نقرأه عند هذه الحكومة. يا سيد الكريم، كم من المعاناة وكم من المعتقلين قد فقدوا حياتهم بسبب سوء إدارة السجن وبسبب التعذيب. المعتقل مهما كان جرمه فقد أخذ حقه بأنه قد تم حكمه، يأخذ جزاءه ثم يخرج. فعلى ماذا تسمي هذا السجن سجنا إصلاحيا؟ هذه السجون لا تسمى سجونا إصلاحية، بل هي سجون إفسادية. ولتعلم الحكومة أن ممارساتهم هذه هي إحدى وسائل تغذية التطرف والإجرام في هذا البلد. فإذا أرادت أن تنسى وتطوي صفحة التطرف وصفحة الإرهاب التي كما تزعم هي، فعليها أن لا تخطأ نفس الخطأ الذي فجر الأوضاع في عام 2014. لماذا برأيك يا سيد أبو سمية لا تتخذ الحكومة هذه الخطوات في معالجة ملفات المعتقلين؟ كثير منهم بحسب منظمات حقوقية ودولية تؤكد أنهم معتقلون بلا ذنب أو لا يعلمون ما هي التهم. طيب لماذا لا تقوم هذه الحكومة، هذه السلطات، مجلس القضاء الأعلى بالنظر في قضايا المعتقلين وملفاتهم بشكل يعني مستقل، بشكل نزيه عادل للبت بقضاياهم؟
أخي الكريم، العدالة مفقودة عند هذه الحكومة. إذا تعاملت بعدالة مع قضايا السجناء فإنها سوف تقبل بانتقاد نفسها وهي لا تقبل. أخي الكريم، أحد الأسباب التي تدفع الحكومة لظلم السجناء وقتلهم وتعذيبهم هي أسباب طائفية بإضافة إلى أسباب أمنية، هي لا تقبل بالانتقاد ولا تقبل بأي أصوات معارضة. لذلك هي، وإني أرى أن الحكومة سائرة في طريق تفجير الأوضاع مرة أخرى كما حدث في عام 2014 عندما احتقرت السجناء من طائفة معينة فانفجرت الأوضاع. وأسأل الله أن يخلصنا من هذه الحكومة، وشكرا لكم. شكرا سيد أبو سمية من الأنبار. ويانا السيد أبو عبد الله من أربيل، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وحيي برنامجكم وحيي المشاهدين. حياك الله، أهلا وسهلا أستاذ. الله محييك أستاذ. بالنسبة لهاي ما شرطة المعقل، نعم تعذيب، إحنا مشكلتنا بالعراق، إحنا نحتاج جيل جديد، جيل يعني وهو طفل يعني بعد ما يوحد. بالنسبة لهذا شغلتنا يعني إحنا مو دستورية، مو مزاجية، مزاجية يعني ضابطنا اللي يروح مع احترامي للشرطاء الضباط من البيت الصبح متى ضربة بالنا على يروح يطلع كله بالمراجعين واللي متوقف هنا، كل هاي شغلتنا احنا مشكلتنا مزاجيه، مزاجيه يشتغل. منو برايك منو برايك سيد ابو عبد الله اللي غذى ونمى هذه الثقافه عند بعض المنتسبين الامنيين سواء في المعتقلات، في مراكز الاحتجاز، في الدوائر الحكوميه، انه يتعامل بشكل غير انساني، غير حضاري، غير قانوني مع المواطن العراقي؟ الحشد والميليشيات، يعني الحشد شايل باجات مع الدوله، يركب سيارات الدوله وشايل اسلحه الدوله ويضرب هذا ويذب هذا ويسوي مشاكل. نعم، فقدنا الاتصال مع السيد ابو عبد الله من اربيل. عموما انا اشكرك للمشاركه سيد ابو عبد الله. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع، وننتقل هذه المرة إلى ملف القطاع الصحي العراقي. يعاني القطاع الصحي العراقي من تردي متزايد بسبب الإهمال الحكومي وغياب البنية التحتية والفساد المستشري في مفاصل الدولة، بالإضافة إلى هجرة الأطباء والكفاءات بسبب التهديدات الأمنية وفوضى انتشار السلاح وتسبب الفساد وتفشي المحسوبية في حالة من اللامبالاة في أو من قبل الطواقم الطبية التي عادة ما تترك المستشفيات بعضها والمراجعين دون تقديم العلاج والاستشارات الطبية. في قضاء الخضر بمحافظة المثنى اشتكى مراجع من خلو مستشفى الخضر من الطواقم الطبية خلال مراجعته مع شقيقه في وقت الدوام الرسمي. لنشاهد. هذا طبونا دكتور، هنا عندنا أخوي عرضة شليب معه، وهذا واحد ساعة بالوحدة ماكو ولا دكتور، هنا نفس الحالة دكتور جراح ماكو، هذا أخونا عضة شرب والمستشفى تاية، لا باطنية لا ضمان لا صخام لا هاي، كلها الشارية تاية، كلها تاية، دكاترة ماكو، هذا أبو الكسور ماكو، هذا أبو الجراح هسه أخونا عضة شرب ماكو، ودوه قال راح يجيبوا لكم كتاب المدرسة وجبناه وعطونا إجازة ما حد طالع، كلها تاية بالوحدة الدكاترة طالعة. والدوام انتهى بالثنتين او بثلاثه. نكمل مشاهدينا الكرام مع هذا الملف وننتقل الى مقطع اخر. بغداد كانت قد حلت في المرتبه الاخيره بمؤشر الرعايه الصحيه لمدن العالم خلال عام 2023 بحسب موقع نومبيو المختص في الابحاث وتصنيف الدول. ويعد مؤشر الرعايه الصحيه تحليلا احصائيا للجوده الشامله لنظام الرعايه الصحيه، ويستند الى تقييم 89 دوله بناء على خمسه متغيرات صحية مختلفة، منها البنية التحتية للرعاية الصحية واختصاصيو الرعاية الصحية من أطباء وموظفي التمريض وغيرهم من العاملين الصحيين والكفاءات وتوفر الأدوية الجيدة والاستعداد الحكومي. ومن أمثلة الانهيار الصحي الكثيرة في بغداد المشاهد المتداولة لاستئجار مرضى للتمثيل أمام القنوات التلفزيونية خلال حفل افتتاح وزير الصحة صالح الحسناوي لمستشفى ابن البلدي للأطفال والنسائية في منطقة الطالبية ببغداد. وأكد مرضى ومدونون أنه بعد انتهاء حفل الافتتاح وقص الشريط
تم إعادة الأثاث القديم كما كان عليه وتم إزالة غلاف الأرضية، مشيرين إلى إنفاق نحو مليار دينار عراقي خصصت لأجل ترميم المستشفى الذي تعرض لحريق وصف بالمفتعل كما يقول العراقيون والناشطون والمرضى. دعونا نشاهد. يا بوين الناس الخير، هذا حال مستشفى ابن البلدي ببغداد في 83 بالطالبية. هذا الحال بعد الافتتاحية من قبل الوزير دكتور صالح الحسناوي، وهو انتشر مقاطع الفيديوهات حبينا نتأكد وطلع كله صح. هاي تاريخ 20/3 الساعة 11:15. أنا بس أريد أعرف ماكو تحرك من قبل الوزير على دكتور محتاج المقاول. والله المقاول هم رأس الفساد. هاك شوف هذا الحال وهاي العالم شوف مدري شلون. وإحنا عتبنا على وزير الصحة صالح الحسناوي، ماكو أي تحرك منه على دكتور محتاج والمقاول. والبث اللي انفتح بعد انتشار الفيديوهات ضعف على ذقون العالم. تفضل هاي وضعية هاي مال المستشفى. بس اريد اعرف الى متى تظلون تضحكون على هاي العالم. نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. شاكر يقول: مو على اساس عمرها او عمر وزير الصحة عمرها وزير الصحة بأمر من السوداني ومن قال الله لا يوفقني. وفاء تقول: تمام والله أنا رأيت بعيني، وهذا بعد تأهيل المستشفى حالة مزرية وقذارة. ميسون تقول: هاي مستشفى مال بني آدمين، شنو هالقذارة؟ مو حرام عليكم؟ كل المستشفيات الحكومية متدهورة الخدمة ومتهالكة وما بيها أي أدوية حتى يضطر المريض يتعالج بالمستشفيات الخاصة التابعة للمتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال والسياسيين اللي سيطروا على كل شيء يدر فلوس من مستشفيات وجامعات أهلية ومولات و و و و. طيب محمد يقول: هو احنا ياشي عندنا بالبلد صالح للاستخدام البشري كل ما بيخير. ويانا مشاهدينا الكرام السيد أبو حيدر من السليمانية، تفضل. سيد أبو حيدر أرجو من حضرتك تنصي صوت التلفزيون وتسمعني من الهاتف فقط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذي والله العظيم ضيم، يعني 20 سنة ضيم. نعم. يعني هاي الناس الفقرة شو يسوي؟ يعني تروح التعليم ماكو، تروح الصحة يعني معقولة مستشفى حكومية ما بي لا دواء لا علاج. كله صار مستشفيات أهلية. عن أبسط عملية مليون ونص، الفقير منين يجيب؟ نعم. هو طر على قطاع الطرق المواصلات، الطرق يعني كله بلد مثل العراق مش كبرى، يعني مليون طرفة بالعراق موجود، شوارع هالكة. نعم. يعني وين ما تروح نفط. إحنا يعني أكو مثل يقول إحنا بلد النفط. أكو مثل تقول دور على ذهب ولا دور على النفط. معقول يعني المواطن العائلة يعني هاي الشتاء ينطونا 5 جريكانات ولما يعني ما تحصل إلا موت ضيم. نعم. ليش برأيك يا يعني أبو حيدر، ليش هذا السبب اللي أدى إلى أنه العراق بلد مثل ما تفضلت بلد النفط لكن بأزمة وقود، أزمة غاز، أزمة نفط أبيض بالنسبة للعوائل؟ يعني المفروض إحنا اللي دنصدر، إحنا اللي دنبيع، المفروض إحنا عندنا اكتفاء ذاتي والفائض هو اللي يتم تصديره. ليش إحنا عندنا نقص والمواطن العراقي يواجه مشكلة بالحصول على مشتقات النفط بالنسبة لاستخدام الطهي أو التدفئة أو غيرها؟ أبو حيدر. نعم والله أستاذي، يعني عوامل هواية، الفساد، سوء الإدارة. نعم. يعني والعراق يوميا تصدر 7 ملايين برميل، معقول الشعب هاي ناس الفقرة بالآلاف. يعني نفط ماكو معقول، وهاي نازحين مهجرين الله يساعدهم. والله العظيم يعني
احنا قاعدين الحمد لله يعني شلون ما كان دبرينا، بس هاي ناس الفقرة نازحين مهجرين قاعدين بالشادر بالصفيح بالتلت، يعني ما معقول يعني حكومة ليش ما تدير هاي ناس الفقرة؟ نعم ما تدير طيب. يعني هاي احنا بالسليمانية قاعدين ثلج برد امطار فيضانات، يعني ناس فقرة الله يساعدهم والله العظيم يساعد المرأة حتى اللي يعني شغل يعني ما اقدر احكي. طيب انا اشكرك سيد ابو حيدر من السليمانيه. طبعا العراق ينتج 4 ملايين برميل باليوم، وطبعا هم يقولون بانهم يسعون الى رفع هذا هذه الكميه، لكن حتى هذه اللحظه المختصر من الكلام انه ما هي الاستفاده العائده على المواطن العراقي من كل هذه الملايين التي تباع من النفط يوميا؟ ابو عمر من الناصريه تفضل. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. وياك أبو عمر تسلمي من الناصرية. أهلا وسهلا يا أبو عمر، حياك الله. طبعا الساعة على قناة حضرتك، طبعا على مود السجناء هذول السجناء المظلومين، يعني إعلان دار السجين حقوق السجين ما كنا عندنا بالعراق. يعني هم متقصدين جايبين العالم جاي يسجون بها، جاي بها بالناصرية يسجون بغداد، زين يعني هذا يقول لك هذا ارهابي، هم كلهم خالصين زين السلاجة جيب العالم سجنهم هنا بسجن الحوت مال الناصرية. الله ينتقم منكم ان شاء الله. زين هذا الا هو ارهابي؟ زين اكو محاكم، اكو محاكم تقدم المحاكم، الا هو صدق ارهابي تبين، ولا امور هذا يطلع القانون يطلع. انا نعرف هاي الشغلات عمي زين ولا انتوا جايبين العالم جايبين خلط ومخلينها هنا يا وكله، يعني مشكله عمي محمد، مشكله يعني مشكله كبرى. زين ليش العداله كبرى، ليش العداله كبرى بالعراق يا ابو عمر مدى تاخذ مجراها الصحيح؟ يا عداله عمي، يا عداله محمد، يا عداله عمي، يا عداله. هي هي المحاكم ما تنسيها ذيولة تابع لإيران وتابع لأمريكا وتابع لإسرائيل. يا عدالة، وين عندنا عدالة احنا؟ يا عدالة عمي، هاي يعني هاي الوحيد هسه بالعراق ماكو عدالة، والله العظيم كل عدالة ماكو. وين العدالة عمي؟ يا عدالة هاي العدالة يطون أجيدك بيت من الشعور لعلمك جاي يطون للإيرانيين هسه رواتب بالموازنة يا لولا هاي للسفلة أهل القمر ذولا حاربنا من سنوات. طيب قالوا ولا جاي يطوم رواتب الحد الآن هسه. شكرا. نعم وصلت الفكرة. نشكرك سيد أبو عمر من الناصرية، شكرا جزيلا لك للمشاركة. ويانا السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا أبو عبد الله حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أستاذ العزيز، يعني هاي التصرفات مال السجناء ومال هذا الوضع، ما هو هذا الوضع الموجود كله ومستشفيات وطب ونازحين وكلها. نعم. ويقولون على النظام السابق نظام دكتاتوري، زين هذا النظام شو يسموه؟ يعني النظام السابق دكتاتوري وهسه هذا السجين ماكو من قاعد عدين حياة بين موت ماكو. نعم. والتعذيب بالسجن وعذبه واحد والله على مود ما دفع نفقة. زين نور زهير ايش قالوا له؟ كرموه طلعوه؟ يطلع بكفالة شيء بسيط؟ ليش؟ يعني وين اكو يعني وين الدكتاتورية هسه؟ يعني احنا مو من نحكي يقول بعد انت قدامي اي خالف سويت احسن من ذاك الوقت سويت. سؤال سيد ابو عبد الله، يعني طرح السيد ابو عمر وتحدث به اعتقد ايضا السيد ابو عبد الله من اربيل، انه إذا كان المعتقل يدخل إلى السجن يواجه التعذيب والانتهاكات ويعني يتعرض لشتى أنواع المخالفات القانونية، إيش بقى للقانون من دور لكي يطبق في سبيل تحقيق العدالة؟ يعني المتهم يدخل إلى السجن المفروض إصلاح، المفروض إصلاح، المفروض تقويم، إذا كان هو متهم، إذا كان هو مذنب ليش يتم الاعتداء عليه؟ ليش يتم إهانته؟ ليش يتم المنع من الحصول على حقوق القانونية، من مقابلة محامي، مقابلة أهله، الحصول على الرعاية الصحية، الطعام؟ بالنهاية أكو مخصصات من الحكومة لهذا الشيء، وإذا كان مذنب فأكو قضاء يحكم بهذه القضية ويقضي محكوميته بشكل إنساني، ليش هذه الأمور ما موجودة عندنا؟
هاي ما موجودة لأن هم مستفادين من السجن أستاذ العزيز. أستاذ محمد خليك الله خليك كمل حكي. تفضل. أنا بوقت صدام حسين الله يرحمه أنا الحكومة بأمر صدام حسين. قريت مع حكوميتي وطلعت من السجن. نعم. زين ما شفت هي الشغله بالسجن مو مجلس التعذيب بذاك الوقت ماكو شغل بالسجن وسجلت بالاصلاحي مال دياله انا على قلت واكو دورات تثقيفيه واكو دورات تجي اكو دورات دينيه واكو تحفيظ قران يعني انت ناس السجون هاي ماكو قام يبيع مخدرات بالسجون يجيب المخدرات جبر غصب يجيب الموبايل جبر غصب لازم تاخذه يجون اهل المعتقل يقايضوهم نعم. تجي زوجة المعتقل يقايضها يعني هذول ناس سفلة ناس دايحة ناس ساقطة هكي طيب. البارحة من طلعوا ماكو طلعوا بالبرلمان يهوسون بالأربعة صبح ولكم شنو انتو ناس بايات مال ملاهي انتو طيب هاي ناس سيد نعم أبو عبد الله أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. دعونا نكمل المشاهدين الكرام لدينا من مواضيع في هذه الحلقة ننتقل إلى موضوع آخر وهو البنية التحتية والخدمات وكذلك ملف الأمطار خاصة في ظل الأوقات الحالية التي تشهد فيها مناطق مختلفة من العراق أمطارا غزيرة أغرقت الأمطار شوارع العديد من المدن وسط العراق وشمال العراق في حين تدفقت المياه بشكل كبير إلى بعض المنازل في بغداد بسبب الأمطار الغزيرة. انتقد ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي عدم قدرة أجهزة الدولة على التعامل مع هذه الأمطار وتداولوا صورا ومقاطع توضح حالة الشوارع والبيوت وتأثر عددا من العائلات العراقية. دعونا نشاهد كيف بدت الصور من بغداد اليوم. شوف الرصيف نكمل مشاهدينا الكرام في هذا الموضوع. في بلد عانى الجفاف وتراجع الأمطار خلال السنوات الثلاث الماضية يتلقى العراقيون الأمطار الغزيرة بإيجابية لأثرها على الزراعة واحتياطيات المياه والأنهار لكنها في المقابل تؤدي إلى غرق الشوارع بالمياه وتزيد من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر نظرا لتهالك البنية التحتية عقب عقدين من الإهمال والفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة. دعونا نشاهد كيف بدت الصورة في منطقة الحميدية بمدينة الصدر شرقية بغداد. هذا نهر الحميدية، شوفوا هذا نهر الحميدية، هذا شوف شارع السبويس نهر الحميدية. وين الكذابين اللي قالوا راح نبلط الحميدية وراح نسوي لها مجاري؟ شوفوا العالم الله لا يوفقكم يا كذابين. بشهد عليكم صارنا 20 سنة ندع عليكم وقاعد يزيد الخير مالكم، ما ادري دعانا مغشوش ما ادري شنو. شوفوا الحميدية، ها شوفوا السيارة، الله لا يوفقكم يا كذابين. وين الأمانة مال بغداد؟ هذا طه الفهداوي الكذاب الحرامي، الله لا يوفقك ان شاء الله. شوف صار ثلاث انهار، عندنا ثلاث انهار بالعراق، نهر دجله ونهر الفرات ونهر الحميديه. نكمل مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع. طالب ابناء بغداد باقاله امين بغداد عمار موسى كاظم من منصبه بعد غرق العاصمه لاكثر من اربع مرات خلال موسم الشتاء الذي نعيش أيامه الأخيرة من دون معالجة لأزمة أنابيب الصرف الصحي. وتساءل العراقيون عن مصير المليارات التي قيل إنها صرفت على مشاريع إنشاء وتأهيل شبكات الصرف الصحي في البلاد طيلة السنوات الماضية، داعين الحكومة للالتفات إلى المشاريع التي تخدم المواطن. في هذه الأثناء سخر مواطنون عراقيون من أبناء قطاع 73 في مدينة الصدر من تصريحات القيادي بميليشيا الحشد المدعو أبو علي الكوفي الذي أكد في أكثر من مناسبة أن بغداد لن تغرق خلال تصويرهم لمشاهد غرق شوارع القطاع الذي يسكنونه
في العاصمة بغداد. لنشاهد. وعلى الكوفة قال إذا تغلق بغداد عاتبوني، لا أنا مرة أبقس عينك. ما تغلق بغداد مو مضت 10 دقائق أبلغ الناس مدينة تفضل 73 عندك الجيارة يعني انتهت كلش سفارة شوادر انتهت شوادر العورة لا تطبلي. نتابع بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. ماهر يقول الله يكون بعونك، ذنبك تسكن بلد تحكم السراق والحرامية والفاسدين. تعليق من حسان يقول الله يساعدكم ويعوضكم، وين الدولة التي هدرت المليارات عن هذه الوضعية التي لا حل لها؟ وعامر يقول هذا بسبب التنفيذ السيء لبعض الأعمال التي تخدم أمانة بغداد والمجاري خاصة التي تسببت بردم بعض مشبكات الأمطار بالشوارع. إبراهيم يقول الخراب الذي حل بالبلاد من عام 2003 لم يشهد له مثيل في كل تاريخ العراق. سوء التخطيط وعدم الجدية في تنفيذ المشاريع تؤدي إلى كوارث وخيمة، وهذا أول الكوارث. نحن نتحدث عن مستوى تصريف مياه الأمطار، كيف نتكلم حول المواضيع والأعمال الأخرى؟ البلد إلى أين؟ السيد أبو عمر من بغداد سؤال نطرحه، البلد إلى أين؟ كما يقول السيد إبراهيم عبر الفيسبوك. حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله قناة الرافدين وكل سادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا يا أبو عمر. أستاذ البلد هو راح بهاوية من 2003 ولحد الآن. هاي الأمور اللي قاعد تصير عندنا من الأمطار اللي قاعد تصير عندنا والأتربة اللي قاعد تصير عندنا في فصل الصيف، هاي الأمور المفروض تعالجها الحكومة وسلطة الأحزاب، لأنهم عايشين بالعراق وما عايشين لا بإيران ولا كل دولة اللي جابتهم من الدول اللي كانت أجلكم الله حاويتهم هاي الزمر الطائفة وزمر الكاظمي وزمر العامري وزمر اللي ما يدعى حزب الدعوة، كل هاي الزمر اللي كانت بالخارج ما كانوا شايفين الوضع اللي كان عندهم عايشين فيه هم، يعني المفروض يأخذون من نظافة هاي الدول اللي كان عايشين بها، من كانت الأمطار كان تصير غزيرة عندهم والفيضانات اللي قاعدة تصير عندهم، كل هاي تصرف من خلال البنى التحتيه واجلكم الله المجال اللي قاعد كانوا يشوفون دولهم اللي كان لافيتهم الدول، فالمفروض عندهم غيره على بلدهم ورجعوا لبلدهم ورجعوا انه شعبهم المفروض يعالجون هاي الامور ويعالجون انه البنى التحتيه لانه رجعوا لوطنهم رجعوا الناسهم حسب اقوالهم كانوا مضطهدين وكانوا من النظام السابق انه حاربهم. طيب سؤال سيد أبو عمر يطرح كثير من العراقيين بعد تصريحات أتت من شخصيات موجودة ضمن الحكومة، من ضمنهم أبو علي الكوفي أحد القيادات ضمن ميليشيات الحشد، قال بأن بغداد لن تغرق. بعد هذا التصريح وبعد هذه الكلمة اللي ظهرت في أكثر من قناة فضائية، غرقت بغداد في أكثر من مناسبة. السؤال هو أنه عندما يأتون بهذه الوعود أو يطلقون هذه التصريحات اعتمادا على ماذا بالتحديد؟ ما هي الأشياء التي يستندون عليها عندما يصرحون بأن بغداد لن تغرق، أو في السابق أنه الكهرباء سوف يحصل اكتفاء ذاتي ونصدر الباقي وغيرها من هذه التصريحات، على ماذا يستندون؟ أستاذ محمد بالنسبة هاي الإعلانات اللي عندهم يعلنوها من المسؤولين والقادة الكبار اللي قاعد نشوفهم نسمعهم بالتلفاز إنه بغداد ما تنغرق وبغداد سوف في سنة فلان يكون يصدر الكهرباء، هاي كلها إعلانات كاذبة وزيفة. هذه يعتمدون على ناس بأنه يعني نقدر نقول عليهم في وهم أو في يعني أمور ما تتعلق بأنه الكلام يكون مثبوت وموزون من ينطقون به. هذول الناس كاذبين، انه مع احتراماتي للشعب العراقي يكذبون على جزء من ابناء الشعب اللي هو رايحين يصفقون انهم ومن الانتخابات يروحون ينتخبون انهم. فالناس هذول عايشين على هيك ناس وهيك نماذج. اما الشعب العراقي يعني الاغلبيه من عندهم يعرف هذول الناس سراق وناس حراميه وناس ما عندهم كلمه، لو كان عندهم كلمه لو كان عندهم نقدر نقول روح وطنيه ما كان يقتلون المتظاهر من يطالب حصته او يطالب تعيينه. شكرا سيد ابو عمر، انا اشكر حضرتك اكتفي معك بهذا القدر. مشاهدينا الكرام،
لنذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل معكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل مع حضراتكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوتكم. معنا الآن السيد أبو جعفر من ميسان، تفضل يا أبو جعفر. السيد أبو جعفر من ميسان غير جاهز. طيب سيد أبو علي من الديوانية، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحدث الأخ قبل السائد أنه السياسيين كان أبو الخارج وجابه والخليطة ما ياهم حتى يعملون الشعب العراقي. بالله عليك أكو سياسة ويفدد شلون؟ سياسيين الجنوب أكو سياسة هو عنده مصداقية. سياسيين الجنوب عندهم مصداقية صحيح قبل نصدق بيهم، بس هسه حتى الطفل يعرفهم كذابة. يقبل الله الكريم أكبر كذاب على وجه الأرض هم. وأنا أمس تداخلت ويا الأخ القبلت. قلت لو أكو دولة تقبل لجوء من العراق، لجوء حيوانات مو بشر، أنا طلعت وياهم. يقول لي لا محسوم. ليش محسوم؟ هو البشر له قيمة بالعراق، يلا الحيوان له قيمة. بالأقل الدول الأوروبية تحترم الحيوان. وبلاد المسلمين اللي هي دمرت النفس البشري بالعراق، كله دمرته. بس يا بالديوان يلا وكيلك الويلات شفناهم. اكبر حكومه ظالمه من بني اميه، من بني العباس، هاي الحكومه تنجي من عده شيعيه. والله مو يا شيعيه ولا بيت الشيعي، بيت يزيد دوله. طيب لعنه الله عليهم وعلى الساعه السوداء اللي جينا بالعراق بيها وشفناهم. والله كنا المر هنا الضرايب الطايحه علينا يا السوداني. علينا الخاطرة الله الضرائب على الكهرباء والماء والتنظيفات. المليون من المليون اللي نلقيت في الديوانية ابغى ما سعنا فقر ولد فقر، لا مو ولد فقر ولد فقر، ما جبناكم يا زباين. طيب شكرا ابو علي من الديوانية، نتحفظ طبعا على بعض ما ذكر من السيد ابو علي. وكما قلنا القضية المتعلقة بالطوائف والأديان والمذاهب وغيرها، هذه الشؤون الدينية هي ليست مكان للطرح في برامجنا، لأنه هي عند أهل الاختصاص ونحن لسنا بأهل اختصاص في هذا البرنامج. قضايا الدينية لا تطرح، فنتحفظ طبعا على بعض ما ذكر السيد أبو علي، لكن تبقى الفكرة العامة أنه مواطن عراقي يعاني ويتكلم من بدافع ألم وبدافع مظلومية، وبالتالي هو يعبر عنه في داخله، وإن كانت هناك بعض الملاحظات على الكلام، لكن في النهاية يبقى المواطن يعبر عن ما في داخله كنوع من التنفيس. طيب مشاهدينا دعونا ننتقل إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف العراق بالعمل بشكل كبير لتحسين نوعية البيئة التعليمية والبنية التحتية للمدارس والمرافق وجودة التدريس ودعم الأطفال في جميع أنحاء العراق. قال مسؤولون في المنظمة إن النمو السكاني المرتفع وبطء الاستثمار في البنية التحتية وكذلك الأضرار التي لحقت بالمدارس منذ عام 2013 أدى إلى وجود نقص بنحو 8147 مبنى مدرسيا. وقال المسؤولون نقلا عن مصادر من وزارة التربية والتعليم الحكومية إن نقص المدارس في البلاد قد يصل إلى 10,000 مبنى مدرسي. وأضاف المسؤولون أن الاكتظاظ الحاصل بعدد الطلاب في المدارس أدى إلى عمل المدارس بنظام الدوامين صباحي ومسائي، وفي كثير من الأحيان يكون بنظام الدوام الثلاثي في اليوم الواحد. طبعا شهدت البلاد إبان فترة حكم المالكي حملة هدم للكثير من المدارس بهدف إعادة تشييدها، لكن الأموال المخصصة لها ذهبت لجيوب الفاسدين، وصنفت هذه المشاريع كمشاريع متلكئة. الآن دعونا نشاهد حال إحدى المدارس المتلكئة في مدينة البصرة بقضاء الدير. 2023 هاي بقضاء الدير المدرسة، مشروع صار له أكثر من 9 سنوات قبل أحداث داعش. وهذا المشروع ما كامل، مدرسة بالدير الجنوبي، بس هي هاي حكومية بالدير، ما عندنا مدارس حكومية بالدير. إلى هيئة النزاهة
الى اللجنه النيابيه، ممثلين الشعب في محافظه البصره، ممثلين الدائره الثالثه، هاي بغضاء الدير مدرسه، بس هي الوحيده بغضاء الدير الجنوبي، بس هي مدرسه حكومي وصار لها اكثر من 9 سنوات ما كامله. نريد تحقيق من هيئه النزاب هاي القضيه. نكمل مشاهدينا الكرام هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. يشير معلمون إلى أن إدارة وزارة التربية ومديرية الأبنية المدرسية لملف المدارس غير مدروس، مؤكدين على أن التصريحات الحكومية في عام 2023 هو عام الأبنية المدرسية، هذه التصريحات هي مجرد دعاية حكومية لا أكثر بحسب معلمين. وكشفت مصادر صحفية محلية عن وجود نحو 2000 مدرسة آيلة للسقوط في العراق دون العمل على إخلائها من التلاميذ جراء إهمال الحكومة وعدم توفير البديل. طبعا نقلت المصادر عن مسؤولين في وزارة التربية الحالية أن ملف الأبنية المدرسية يشهد إهمالا كبيرا منذ عقدين، وأن المشاريع التي أحالتها الوزارة للشركات من أجل تنفيذها تحولت إلى متلكئة ومضت عليها سنوات دون فتح تحقيق بشأنها. دعونا نشاهد كيف تحولت إحدى مشاريع المدارس المتلكئة في الناصرية وهي واحدة من 300 مدرسة إلى مكب للنفايات، ودعونا نستمع إلى شهادة أحد المواطنين من هناك بشأن هذا الموضوع. هاي المدرسة المتلكئة من ضمن مشاريع مدارس المتلكئة 2013، طبعا صار مكب للنفايات وهذا وضعها، هذا وضعها في مدينة الناصرية. احنا من نحكي عن المدارس المتلكئة في محافظة ذي قاو نتحدث عن المدارس على تنمية الأقاليم من حالة 2013. هاي المدرسة واحد من هاي المدارس الموجودة في مدينة الناصرية من ضمن 300 مدرسة. فالموضوع هو شنو من سألنا استفسرنا قلنا كاي مدارس دفع عندي أموال مقدمة أيام مجالس محافظة فتوزع يعني مبالغ بين المقاول اللي قد نسبة العمل مالي وبين أعضاء مجالس المحافظة السابقة. يعني طبعا العلم ذيك فترة كان نمين عام كان رئيس مجلس المحافظة وعدة طلاب على الموضوع. فاحنا نتفاجئ احنا يعني رغم الأموال المخصصة لمحافظة ذي قاو يعني حتى لو أموال سرقت على المدارس ليش بقت يعني حالين اندثار؟ وطبعا اكو نقص منطقه يعني منطقه كثافه سكانيه خلف السريع، اكو نقص مدارس دوام ازدواج يعني 3 دوامات بمدرسه واحده، وحتى قله الابنيه المدرسيه منطقه خلف السريع يعني حاليا هنا منطقه بس فيها مدرسه هاي واحده البنات، يعني ماكو مدرسه مدرسه متوسطه واعداديه ولا مدرسة الابتدائية البنين ولا متوسطة ولا اعدادية. مشاهدينا الكرام دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع في موقع فيسبوك. نبيل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هاي المليارات تطاير والطلاب المساكين يدرسون في مدارس كرفانية وبدون كتب وإلى الله المشتكى. في تعليق من أم همام تقول هو لو أكو متابعة من الكبار في الدولة والمسؤولين ومخافة الله شوية ما كان أحد يقدر يتنفس، بس هو رأس السمكة خايس شو تريد بعد. تعليق من علي يقول كل شركات المقاولات في العراق ماشية على هذا الأساس، واحد يبيع المشروع للثاني في سبيل يستفاد كم مليون لحد ما المشروع يخلص ب5 سنوات مع التلاعب بنسبة المواد بالاتفاق مع كل دوائر الدولة من بلدية إلى المحافظة. حيدر يقول بالناصرية هم عندنا هيك مدارس شغلهم كلاوات وأكو بيهم بعهد المالكي باقي بس هيكل. مشاهدينا ننتقل الآن إلى فقرة الإنفوغرافيك. يستذكر أهالي مدينة الموصل خاصة والعراقيون بشكل عام الذكرى السنوية 4 لحادثة غرق عبارة الموصل والتي راح ضحيتها المئات فضلا عن عشرات المفقودين حتى هذه اللحظة. ففي 21 من آذار في عام 2019 تحولت عطلة الموصليين في فصل الربيع إلى مأتم بعد انقلاب عبارة الجزيرة السياحية وتحولها إلى قفص إعدام حبس المئات تحت المياه. المزيد من التفاصيل حول هذه الفاجعة والجهات التي تقف خلفها في سياق الإنفوغرافيك الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. Thank you.
مشاهدينا نصل الآن إلى فقرة الهاشتاج. أطلق ناشطون بيئيون حملة واسعة ومكثفة على منصات التواصل الاجتماعي تحت واسم بيئتي هويتي. دعونا نتابع بعضا من التغريدات. جوادة تقول: لازم نضغط على المسؤولين ونثقف أهلنا وأصدقائنا، لأن البيئة بالعراق مهددة ووصلت مرحلة ما ينسكت عليها. علي يقول: ملف البيئة ملف كبير يتضمن الصيد الجائر وتجريف البساتين ودرجة تركيز المعادن الثقيلة بالهواء والإشعاعات ومصادرها ومخلفات التنقيب عن النفط والغاز وتصريف مياه المجاري وقياس نسبة التصحر ونسبة الأحزمة الخضراء وانبعاثات الكربون من المعامل. هبة تقول: متضامنة مع حملة بيئتي هويتي لأجل الحفاظ على الثروة الطبيعية وعدم المساس بها ومحاسبة كل من يعبث ويلوث ويتعدى على الحيوانات أو الأشجار والممتلكات العامة. تغريدة من مهدي يقول: من أجل جمال العراق وإرثه الطبيعي كلنا مسؤولون أمام ممتلكات العراقي ومستقبله، ولنحافظ على بيئة العراق والتنوع الأحيائي فيه. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.